خلونا نبدا معاكم النهارده. يمكن بما ان البرنامج فتح دراعاته دايما لمساعده اي حد في ازمه ومحتاج انه يعني يتساعد، فكره انك يبقى عندك مشكله قانونيه وتتهدد دي بقى مشكله اكبر. فكره مجرد انت لجأت للقانون وتبتدي تتهدد او يضغط عليك دي مشكله مرفوضه نهائيا. نحن نحترم القانون ونحترم من يحترم القانون ايضا. خلينا اقول لحضراتكم وقعت حادثه اعتداء على مواطن من سكان شارع جسر السويس بعد خروجه هو أخته من كنيسة العذراء الزيتون. كان يوم الحد الزعف، فوجئ المواطن فوزي يعقوب بقيام شخص يدعى أيمن عبد الرازق مصطفى بالاعتداء عليه بطريقة وحشية، وهو بيقول يا كافر يا كافر. قامت أخته وحررت محضر يا أستاذة سومة يعقوب، تحرير محضر في قسم الزيتون، وحيل المعتدي إلى مستشفى زيتون التخصصي. ومن وقتها وهم بيجيلهم تهديدات، وشقيقته يعني عايزين يضغطوا على شقيقته عشان تتنازل وتتصالح. هل يعني فكرة التصالح هنا واردة ولا مش واردة؟ ايه الخطورة اللي بتتعرض لها أستاذة سومة وأخوها؟ خلينا ناخدها على التليفون ونعرف منها أكتر عن الحادثة. مساء الخير أستاذة سومة. مساء النور أستاذة سومة يعقوب معانا على التليفون. حضرتك طيبة وبكل خير، وأنا بعتذر لأنك بعتنا صور وبعتنا صورة المحضر والكثير من الدليل على الاعتداء اللي حصل على أخو حضرتك، لكن فعلا الصور صعبة جدا، فإحنا احتراما بس لمشاعر مشاهدينا مش هنقدر نعرض الصور دي، لكن طمنين على حضرتك وياريت تحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط. إذا كانت أنا هطمن حضرتك، نشكر عناية ربنا، لكن أنا عايزة أقول لحضرتك إذا كان فعلا صعب على إن حضرتك تشوفي الصور أو الناس تشوف الصور كم وكم، أنا شفت يعني المنظر دوت وهو أخويا سايح في دمه وشخص بيبيح دبحه يعني لما يديه يتكتف زوره ويضرب في الأنف عشان يفقد الوعي ويعمل فتاء في السرة لدرجة لما يخلي السرة تتفتق، وأنا بصرخ وده متسجل على فكرة في مجلس رئاسة الوزراء وبعت الصور ليهم وأنا بستغيث. طيب والناس خايفة من هذا الشخص ده اللي اسمه أيمن عبد الرازق مصطفى الكردي، ده اللي حضرتك قدمت المحضر فيه. انا عايزه اقول لحضرتك، انا بس حابه اعرف ايه اللي حصل بالظبط. حضرتك خلصتوا القداس يوم حد الزعف وماشيين راجعين بيكوا ليه؟ نعم انا هقول لحضرتك، احنا راجعين وزي اي حد راجع عشان يشتري حاجات للفطار عشان بعد القداس بس، فاحنا رجعنا وانا طلعت قلت له هحضر الفطار وهو هيجيب العيش. مجرد هو راجع فاجئ بشخص بيكتفه من زوره من ورا وبيضرب في الانف وبيضرب في السره. انا ما ادريش غير حد بيصرخ بيقول لي الحقي الحقي اخوكي سايح في دمه. انا نزلت بصرخ صرخات رهيبه، عمال اصرخ اخويا 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 اخويا، والشخص ده واقف بكل جبروت ومعاه كذا شخص. وفجاه قلت له انا بتصل بالنجده بستغيث بالنجده، انا مش عارفه ماسكه التليفون ومش عارفه كل اللي انا عماله اقول، ان انا عماله بصرخ وبصرخ واقول حد ينقذنا. الناس واقفه خايفه ودي الكاميرات جايباها في شارع جسر السويس، الكاميرات بتاعت المحلات كلها مسجله دوت، وبصرخ وبجري بيه. وفي شخص راح قال لي بسرعه اجري بيه على القسم، انا رجلي ما كانتش قادره تشني، ما كنتش قادره اشيل. يعني انا بس بوصف لحضرتك مدى الاذى النفسي، انك تبقي بتفكري في عيد وازاي تستمتعي بالعيد وفي شخص تاني بياخد منك حبايبك، بيفرض عليكي الموت، بيفرض علينا الموت للناس اللي بنحبهم، وهو بيضرب وبيقول يا كافر يا كافر. الشخص ده من فتره كان امن الدوله بيدور عليه، هو ساكن في العزيز بالله، لا تتخيلي. انا جريت على الاسم وهو داخل، وبعديها اخويا فقد الوعي اكتر من ساعه يا استاذه ألفت، ان احنا اكتر من ساعه وانا بصرخ وبقول الحقوني جيبوا لي دكتور اسعاف، وانا مش عارفه انطق مش عارفه اتكلم مش قادره، عماله بصرخ وعيط واقول لهم الحقوني الحقوني اكتر من ساعه. 5 دقايق تفرق لحياه بني ادم وانا بصرخ واقول حد يبعتني. ما بين اسم الزيتون والمستشفى الجنزوري ما يجيش 5 دقايق، لا تتخيلي دوت.
وفي الاخر انا مقعديني في اوضه رئيس المباحث ويقولوا لي عشان نفوقه، وفي الاخر انا سامعه صوت حد بيقول شكله مات. انا بس بقول لحضرتك ماذا المشاعر والاذى النفسي اللي انا تعرضت له انا دوت، وبقيت اجري لدرجه ان لو جبتوا كاميرات الاسم في يوم 17/4 هتلاقوني كدب على الارض بصرخ بقول له يا رب اعني يا رب اعني مش عارفه اعمل ايه. طلعت في الشارع بصرخ واقول لهم الحقوني حد يجيب لي دكتور حد يجيب لي اسعاف. تخيلي وانا كل دوت وبجري، وفي الاخر لما خرجت وصرخت وبقيت اصرخ قالوا لي احنا خلاص اتصلنا بالاسعاف، جت بعد ساعه وجرينا. قلت لهم ودوني العذراء الزيتون طبعا عشان حد الزعف في المستشفى مش شغاله يوم الاحد، وفي برضو كاميرات الكنيسه جاب الموقف وانا نزلت، وفي واحد طلع لي زي تمرجي او دكتور فقال لي بسرعه اجري بيه حالته. انا خارجه باسعاف باخويا من الاسم وجرينا قالوا لي لا تروحي بس مستشفى الزيتون التخصص. لا تتخيلي يا استاذه ألفت، رحت مستشفى كبيره عشان كان بيضرب في الانف عشان يكسرها له ويخليه يفقد التوازن بتاعه، يقول لي مفيش انف واذن والفتاء مع ده عايزه جراحه. طب اديني تقرير اديني حاجه، مفيش. ارجعي للاسم. المفروض اللي انا اعرفه في الحالات دي يا استاذه سومه يعني ان بيبقى في ان حضرتك تروحي مستشفى حكومي علشان التقرير يبقى معتد بيه، ولا هو الاسم اللي حاول حضرتك على مستشفيات عاديه؟ هو اللي بعتني. انا ما كانش فيا غير ان عايزه طبعا عايزه تنقذي اخوكي، ده هدفك الاول يعني. احنا عرضنا بعض الصور لكن بعض زمايلي مشكورين ما شالوا اثار الدماء حتى ما تكونش مؤذيه للمشاهد اللي بيسمعنا، بس حابين الناس تشوف اللي حصل زي ما حضرتك بتحكي بالظبط. انا عايزاكي بس الصوره، الصوره دي من شده الضرب فتق الصوره، لا تتخيلي دي يا استاذه ألفت. وارجع وبعديها قالوا لي ارجع على الاسم، ان انا ارجع على الاسم، الاسم يقول لي انت هتعملي له محضر ليه؟ طب انتوا كنتوا تعرفوا الشخص المعتدي ده قبل كده؟ كان جاركم؟ هل شفتيه في المنطقه قبل كده؟ الشخص دوت هو ساكن في العزيز بالله لكن عنده مكتب كاميرات وبيعمل حاجات مخالفه، وهو معروف ان من الاخوان، ده معروف في المنطقه في العزيز بالله ده معروف. ايه التهديدات اللي بتتعرضوا لها من بعد ما حضرتك اللي انا قدمت اللي انا تعرضت ان انا بعد ما رجعت المفروض انه الشخص دوت قلت لهم في الاسم، قلت لهم انا بلغت رئاسه الوزراء ولو سمحت انا عايزه محضر والمحضر دوت عشان يتعمل. فقالوا لي انه ثلاث قرابه، قلت له انهي ثلاث قرابه؟ يعني هو اسمه ايمن عبد الرازق مصطفى الكردي وانا اسمي سوما يعقوب، يبقى فين ثلاث القرابه؟ فقطعوا الورقه وقلت له لا انا مش همضي على دوت، ده اكتر من مره اكتر من مره. وانا راجع من بيتي بقى يا استاذه بقى هو ده المهم، ان قابلني شخص يقول لي ايه حضرتك لو رحتي بكره النيابه هيبقى فيها ذبح ذبح. يعني بقول له حضرتك تعرفني منين؟ حضرتك تعرفني منين؟ قال لي انا عارف انك شغاله في الكنيسه مع طوادروس، هي كل جريمتي ونقتل الناس اللي احنا بنحبهم عشان شغالين في الكنيسه؟ هو ده. بعديها يا فندم هل حاولتي تقولي ده في النيابه او في التحقيقات بعد كده؟ انا ما روحتش يا فندم، ده ليله الحادثه، انا جاني التهديد ليله الحادثه، واخو المجرم دوت اتصل بيا وكان عايز يطلع لي شقتي ودار مكالمه لمده ساعه، وانا قلت له ان اخوك قابض فلوس على قتلي على قتلي واحد مسيحي على قتل اخويا ومعرفش يرد، والمكالمه دي لو رجعتوا للسجل وتحقق هتلاقوا المكالمه مسجله. انا قلت له دم المسيحيين مش رخيص، يقول لي انتوا طول عمركم بتسامحوا. لا انا بسامح اللي بيقدر التسامح، لكن انا بسامح مجرم عشان يزيد في اجرامه، انا مش بسامح. انا ما قدرتش اوصل للنيابه يعني يا فندم، مش الدرجات دي يعني، مش درجه ان انا اتذبح في الشارع بتاعي وانا نازل اجيب العيش عشان نفطر بالظبط، ولا اني كوني ان انا عشان انا بشتغل في الكنيسه يبقى نتذبح. يا فندم احنا اخترنا الرئيس عن ارادتنا، ولو عاد بيا الوقت تاني انا هختاره،
انا بس كل اللي انا طالباه من حضرتك انا عايزه رسالتي توصل في الوقت ده، ارجوكي اوصف ادائي ومشاعري. الراجل كمان بيقول لي ايه في التهديد بتاعه، بيقول لي انا كل حاجه هنطلعها جروح سطحيه. طب والاذى النفسي هيقدر يطلعه جروح سطحيه؟ مجرد ان حد يخاف، خليني بس اكمل مع حضرتك، مجرد ان حد يرهبني او يخوفني او كمان يشتمني او يقول لي يا كافر، ده في حد ذاته شيء مرفوض، فما بالك بالاعتداء الجسدي اللي تم. ويمكن ده يمكن اسهل مرحله في الاعتداء، يعني فكره ان انا خاف، مجرد ان انا خاف، مجرد ان انا احس ان ممكن اموت، مجرد ان حضرتك هتفقدي اخوك او تشعري بانك هتفقديه، دي كلها حاجات مش سهل ان هي. بس انا حابه اعرف تسلسل بقى، هل حضرتك روحتي تاني؟ هل في استدعاء لحضرتك تام؟ هو مقبوض عليه دلوقتي؟ انا يا فندم عماله تتبعت لي تهديدات وانا دلوقتي مهدده، انا مهدده، انا عايزه صوتي يوصل لسياده الرئيس، انا مواطنه مصريه قبطيه مسيحيه، انا عايزه بقول له عايزه اماني، عايزه احس بامان. اتكلم مع حضرتك بشكل قانوني. طب اتكلم مع حضرتك بشكل قانوني، خلينا ناخد الاجراءات الصحيحه. حضرتك تروحي تعملي محضر بعدم تعرض او بالتهديدات اللي بتجيلك سواء المسجات او الفويس او ايا كان اللي بيوصل لحضرتك، واثبات ده في محضر رسمي، وانا متاكده هيتم حمايتك بشكل رسمي. استاذه ألفت، انا عامله ده في رياسه الوزراء ومعايا رقم انا بشكر ان انت ماشيه بالتسلسل القانوني، ده شيء محترم. انا مش احنا ناس مش بتعشر، بس انا عايزه اقول ان انا من حقي اتحمي. احنا كان في رئيس لما بنت تعرضت للمجرد التنمر عليها، الرئيس راح لها. انا واثقه في رئاسة الرئيس السيسي، احنا بنحب الحياه، انا كل اللي طالباه ان اعيش في امان وسلام انا واهل بيتي، انا كل ده اللي طالباه، انا طالبه حقي من غير ما انا اعيش في خوف ورعب. انا يا فندم انا عامله دراسات في كندا وهنا، وتعرض ليا شغل بره، انا فضلت هنا في كنيستي في وسط مجتمعي في وسط بلدي عقدم مسيحي ومسلم، انا بحبهم، انا بحبهم، بس انا من حقي اعيش، من حقي نحب الحياه، ما تتفرضش علينا الموت، ما يتفرضش علينا الموت. عملتي ارجوكي، انا ما بنامش. ليكي حق طبعا طبعا، فكره انك تبقي خايفه في بلد زي بلدنا دي، لا، في قانون ونحن نحترم حق القانون. حضرتك اتخذتي كل الاجراءات السليمه جدا، حضرتك عملتي محضر للجاني وابتدى واتحبس دلوقتي، لكن عيلته مش ساكنه في تهديد لحضرتك. 2462 لما توصلي بيقول لك ان احنا نقدر كل حاجه نقدر نلاشيها، ولو كملتي هتتذبحي. فاهمة يا فندم اعمل ايه؟ كملتي ورحتي مجلس الوزراء وقدمتي شكوى برضو فيها كل تفاصيل. الشكوى ب5037336، تخيلي. انا بطلب حمايتي من رئيسي اللي هو ابويا. انا لو بأملك كنت وقتها عايزاكي تحسي بمشاعري، ان وقتها انا مقدره جدا، يعني ابقى خايفه واقول له يا ابويا يا سياده الرئيس احميني واحمي اخواتي واهل بيتي، انا احميني، مش هو يبقى حر منطلق وانا مهدده، حتى صوتنا كمان يتمنع. من فضلكم احمونا، لان احنا من حقنا نعيش، احنا بنحب الحياه مش كارهين الحياه، مش بنحب الموت، احنا بنحب الموت اللي ربنا يختاره لنا هو، مش بيتفرض علينا الموت ويتحول اعيادنا وافراحنا لالم واذى نفسي. ارجوك انا عارفه ان انت شاعره بيا وحاسه بيا، وسياده الرئيس لو وصل له صوتي انا عارفه ان الرئيس قالها نصا، مفيش سيده تروع، مفيش سيده تتخوف، مفيش ست في عهد الرئيس السيسي ينفع اصلا حد يخوفها، ما بقاش نافع يا جماعه.